السيزون 4 يا شباب رح يبتدي ان شاء الله بعد 4 ايام او 3 ايام من تسجيل هذا المقطع يوم 27 اغسطس. خلينا نحكي بالنسبه للتسريبات الجديده اللي قادمه معنا بالسيزون 4 وبعض الاشياء اللي لازم تعرفها انت بالنسبه لحدث الهاي تاور اللي حيكون معنا بنهايه السيزون 3 واضافات وبعض سكنات وبعض الاضافات اللي حتكون معنا بالنسبه للسمك وشويه اشياء للسيزون الجديد. فلا والله بسكال الطابه الارضيه وفيديو جديد. هلا بالنسبة للسيزون الجديد يا شباب، انا كان عندي بعض المعلومات قبل اسبوع من هذا الفيديو ولكن ما حبيت نزل عنه لانه الموضوع مو مؤكد، ولكن حاليا الموضوع مؤكد 100%، وهدول الاشياء اللي رح اورجيكم اياها وقلكم عليها رح تكون مؤكدة 100% رح تكون قادمة معنا. ولكن قبل ما افوت بالتفاصيل بتمنى لو انت اول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة لايك سبسكرايب على القصص الحلوة، كود دعم بالاتم شوب ليمون 9 ورايك بالتعليقات بهمني. شكرا على 14000 اخ وصديق عندي بالقناة ومتمنى انه نوصل 20000 صديق قبل اخر هاي السنة. بالنسبة للأحداث اللي حتصير معنا يا شباب، الأحداث مبدئيا اللي حيصير معنا عالم مارفل بشكل طبيعي بسيزون 4، يعني اللي حيكون السيزون 4 شابتر 2 فورتنايت برعاية عالم مارفل. أنا هذا الكلام تأكدت منه 100% بعد ما شركة إيبك جيمز نزلت أو فورتنايت على حسابات السوشيال ميديا نزلت هذا الإعلان اللي ظهر أمامكم، الإعلان التشويقي اللي هو الأول من نوعه بالنسبة لهذا السيزون. طبعا مثل ما شايفين مارفل فورتنايت ثور 27/8/2020 وتحت مارفل 2020، يعني حقوق محفوظة بالنسبة لشركة مارفل. هذا الشيء بيأكد لنا 100% انه رح يكون معنا عالم مارفل بشكل كامل بالنسبة للسيزون 4. واكد لكم على هذا الكلام اكثر واكثر دونالد ماستر على تويتر، نزل تغريدة وقال فيها انه كل شيء متصل، انتبهوا القصة على وشك ان تبدأ في زيادة السرعة. وبعد منها نزل او غير صورة الغلاف تبعه على تويتر اللي ظاهرة امامكم، وانا جبت لكم الصورة الكاملة. الصورة الكاملة اللي هي عبارة عن ايرون مان وكابتن امريكا وهالك وهدول الشخصيات تبعات عالم مارفل. كلياتنا بنعرف انه هالك وايرون مان نزل لهم بيكاكس اللي هن خاصين فيهم تاخذهم بشكل مجاني من عن طريق الافنجرز بيتا تبع بلاي ستيشن 4، وكابتن امريكا نزل معنا بالنسبه لهي الفتره نزلت حزمه كابتن امريكا. وايرون مان طبعا جاي على شكل مايدس اللي ظهر امامكم اللي هو على حزمه الجوكر، او ممكن يجي سكن منفصل كمان بالنسبه لايرون مان. هي بالنسبه للبدايه، البدايه يا شباب هي هي عالم مارفل كليات. وبعد منها بقى ظهر معنا كوميك اللي ظهر امامكم، هي قبل بفترة او قبل بشهر او قبل يعني فترة طويلة ايام التحديث 13.40 صار مع احد اللاعبين الاكس بوكس جليتش، وظهر امامه انه هو عم يفوت على قائمة البطل باس ويلاقي شيء مثل انه كوميك هيك او برميل يفوت عليه ويطلع يفوت عليه ويطلع، ما فهم احد فهم شو هي. ولكن بعد محاولات كثيرة من التسريب والقصص هي ملفات اللعبة ظهر معنا هدول الصور اللي هن مو واضحة ابدا. ومبارح بتاريخ 22/8 ظهر معنا الكوميك بقائمة البطل باس لجميع اللاعبين اللي هي عبارة عن قصة. هاي القصة بقى اللي هي بلشت معنا قصة فورتنايت بالنسبة للسيزون 4 شابتر 2. حاليا يا شباب السيزون 4 رح يكون بداية الشابتر الجديد اللي هو السيزون 2، ورح يكون قصته اللي هي رح تنهي هذا الشابتر. يا شباب من هون رح تبلش قصة فورتنايت ومن هون رح تبلش بالنسبة للشابتر 2. خلينا نفوت بالنسبة لهذا الكوميك اللي ظاهرة امامكم. الكوميك ببلش بانه اصغرت مدينة الملوك او مملكة ثور. هذا الشيء بورجيك على انه بعض الاشياء اللي قادمة معنا بيكون في حكي بلا بلا، ونزلت فيديو عنه وحكينا عن هذا الموضوع. ولكن الشيء الاكيد اللي انا بدي احكي لكم اياه غير الفيديو الماضي انا نزلته اللي هو السكنات اللي قادمه معنا. السكنات اللي قادمه معنا اللي هي ظاهره امامكم بشكل اكيد قادمين معنا. اول سكن ظاهر معنا ثور، وثاني سكن اللي هو هذا تبع الشجره، وثالث سكن هذا جلوتوس او جليتس، واحد من هدول. هدول السكنات قادمه معنا 100% بالنسبه للسيزون الجديد. ولكن بدي احكي لكم على اخر شيء صار معنا بهذا الكوميك اللي هي بلشت الاحداث. بالنسبه لثور هو وطاير تحت بينجذب للريفت وما بيعرف شو هاد، بيروح على الريفت وبيختفى، وبعد منه بيكتبوا لك يتبع. هلا انا رح اقول لكم شو اللي يتبع وشو اللي رح يصير. بالنسبه اللي يتبع ورح يصير، فوق منطقه كيتي كورنر بيكون ظاهر امامنا مثل ريفت، مثل ما ظاهر امامكم هذا هو الريفت اللي فوق كيتي كورنر. بتروح لهنيك بتلاقي قريب على الاثوريتي وقريب على الجبل الشمالي تبع الاثوريتي، هذا هو بالنسبه للريفت. هلا بعد ما دخل ثور بالنسبه للريفت بيطلع من الريفت وبيجي لعنا على فورتنايت، وبيصير هذا الريفت هو اللي بيضرب لنا عالم مارفل باللعبه، بيصير مثل تصادم عوالم وهن بيكونوا بعالم تاني بالفضاء وبيجوا فجاه لعالم فورتنايت بالريفت. هذا الشيء بدل على انه رح يكون في تصادم عوالم مثل ايام السيزون 4 شابتر 1، ايام ما صار الفيزيتور وانصدم عوالم واجوا صواريخ واجوا نوازك من الفضاء وصارت تفتح الريفت وتنزلنا اشياء ايام دريفت السيزون 5. صارت تفتح الريفت شوي تنزل لك برجر، شوي تنزل لك راس هيك راس تمثال، شوي تنزل لك شغلات غريبه او مرسى تبع سفينه.
بالنسبة لتصادم العوالم. هذا الشيء بدل على انه رح يكون في تصادم عوالم معنا بالنسبة للسيزون 4، ورح تبلش القصة الجديدة، ونحن بنأمل انه تنتهي هاي القصة ويصير معنا سيزون الجديد او الشابتر الجديد ونرجعنا على الماب القديمة. هيك اللي احنا حكينا بالنسبة لكل شيء، شو صار معنا احداث وشو رح يصير معنا احداث. بالنسبة للهاي تاور او الحدث اللي قادم معنا، الهاي تاور يا شباب اللي هو رح يكون فوق منطقة كيتي كورنر تقريبا او فوق الاثوريتي، واحدة من هدول الاماكن مثل مزار امامه، رح يكون قريب على هدول المناطق اللي هو رح يكون حدث سيزون 3. الحدث يا شباب رح يكون بسيط جدا، ما حيكون هالحدث العالي مشان يكون عندكم فكرة، مو مثل حدث مايدس وقت ايام ذا ديفايس وصار فيها الجهاز طلع ومي وما مي ورصص هاي، لا الحدث رح يكون كتير بسيط بالنسبة لهذا السيزون. هذا هو مكان الحدث يا شباب بهدول المناطق المتوقع يكون فيها الحدث. اهم شيء رح يكون تحت الريفت، لان هي الريفت هي اللي حتبلش هذا الحدث، لانه الريفت هي اللي حتجيب معنا ثور وعالم مارفل من العوالم الثانيه. وخلينا بالنسبه نحكي على الاشياء البسيطه اللي هي قادمه معنا. الاشياء البسيطه اللي قادمه معنا طبعا الاسكنات قلت لكم عليها، بعد ما اجى كابتن امريكا وبعد ما اجى هذا الاسكن ظهر معنا بقى الاسكنات اللي هي تبع ثور وجلوتس وهدول الناس وسكن الشجرة، هدول قادمين معنا بشكل اساسي تلت سكنات. وتاني شي معنا اللي هي الصنارات، الصنارات رح يكون عنا شي جديد بالنسبة للصنارات يا شباب، رح يكون في تلت انواع من الصنارات او اكتر من تلت انواع، رح يكون كل نوع من صنارة رح يعطيك افضلية انك انت تصيد. مثلا هلا رح يتم اضافة سمكة مادس، سمكة مادس يا شباب شو شغلتها؟ هاي السمكة تخيلية فقط يعني للمزح مو اكتر من هيك، طبعا هي السمكة ما حتجي بهذا الشكل. سمكة مادس يا شباب مثل مادس بالضبط، بتاخدها مجرد ما هي تطلع لك من المنظمة بتاكلها، بتحول لك كل اسلحتك للجندري، بتحول لك كل اسلحتك لجندري، يعني مثل مادس بالضبط هاي السمكة، هاي اسمها سمكة مادس رح تكون. بالنسبة للصنارات نرجع للصنارات، الصنارات يا شباب كل نوع رح يعطيك سمكة أفضل وتانية أعلى، يعني مثلا لو أنت كان معك آخر نوع من أنواع الصنارات رح تكون فرصتك عالية إنك أنت تصيد سمكة مادس، لو كان معك المتوسطة رح يكون فرصتك أحسن إنك أنت تصيد أحد أنواع هدول السمك اللي ظاهرين أمامك، لأنه تم إضافة سمكة كتير معنا بالنسبة لتحديث 13.40 مثل مظهر أمامك، هدول من كل السمكات اللي تمت إضافتهم التحديث الماضي ولكن ما تم الشغل عليهم ابدا وما شفناهم باللعبه معنا بالسيزون 3، رح نشوفهم بالسيزون 4 ان شاء الله. والصنارات رح يكون معنا انواع صنارات جديده. خلينا نحكي بالنسبه لاخر شيء معنا اللي هي المظله، هي اللي ظاهره امامكم. طبعا كلياتكم انتم بتعرفوا انه ايام الفيكتوري رويال كل ما يكون سيزون جديد وتجيب وين بالسيزون رح تاخذ مظله اول جيم بتربحه باللعبه، طبعا كلياتكم بتعرفوا هذا الكلام. ولكن تم اقتراح شيء جديد بالنسبه للاعبين اللي هو رح يكون انك انت لما تجيب 50 وين تاخذ سكين، لما تجيب 20 وين تاخذ باك بلينك، وكل ما جبت وينات اكثر كل ما بتاخذ شغله اعلى بالنسبه، مثلا ممكن يكون 100 وين او 50 وين ومقسم عليهم 5 هدايا. هذا الاقتراح يا شباب كان من احد اللاعبين المعروفين ورح يتم ان شاء الله الشغل عليه تقريبيا، لانه كلياتنا بنعرف انه نحن سكين مايا او المظله او اي شيء كان معنا بالنسبه للتعديلات كمظله وسكين مايا، هذا الشيء كان اقتراح من اللاعبين. وبعد منه اقترحوا اللاعبين تعديل السيارات او تعديل شكل السيارات، وانك انت تعمل مهمات وتعدل شكل السياره لو ضلت معنا بالنسبه للسيزون القادم او الايام القادمه. وبالنسبه لبعض السكنات تم اقتراح من اللاعبين، يعني الاقتراحات ممكن تنزل معنا باللعبه. فشو رايك بهذا الاقتراح؟ اكتب لي تحت بالتعليقات شو رايك بهذا الاقتراح، هل هو شيء حلو انك انت تجيب مثلا 100 وين او 50 وين تاخذ سكن او عدد معين من الوينات. هذا هو بالنسبة للمقطع تبعنا وبالنسبة لجميع التسريبات وكل الأخبار اللي قادمة معنا بالسيزون الجديد. ما حبيت بكر بهذا الفيديو أو نزله قبل فترة طويلة، لأنه في بعض الأشياء اللي ما كانت متضحة 100%، وكان عندي بعض المعلومات اللي أنا واثق منها 100%، ولكن هلأ تأكدت من كل المعلومات وكل شيء إن شاء الله رح يكون معنا صحيح بالنسبة للسيزون 4. شكرا لك إذا كملت مقطع الآخر، كود دعم بالآتي مشوبني 9 وبرعاية الله.